سناء بن يوسف عضوة المكتب الإقليمي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإقليم القنيطرة. إذا حنا هنا اليوم من أجل الاحتجاج ضد الاقتطاعات أو السرقات التي تتعرض لها أجورنا الهزيلة. ففي الوقت اللي في الحقيقة كان خصنا نطالبوا بزيادة في الأجور، يعني مواكبة ومسيرة لهذا غلاء الأسعار وغلاء المعيشة والقدرة الشرائية ديالنا اللي ضربات وضربت بشكل كبير، حنا خصنا نطالبوا أولا بالعدالة الأجرية، لأن ما كاينش عدالة أجرية ملي كنلقاو يعني موظف في قطاع الصحة أو مثلا أو قطاع العدل مثلا اللي هو مصنف في نفس السلم وفي نفس الرتبة كيتخلص واحد الأجرة اللي هي أكبر من الأجرة ديال الأستاذ اللي مصنف في نفس الرتبة والسلم معاه. إذا هذه من ناحية حنا فاطمة ناضلوا من أجل هذه الأمور اللي هي الزيادة في الأجور والعدالة الأجرية. حنا اليوم كنناضلوا وكنحتجوا أولا بعدا باش نحصنوا الأجور ديالنا اللي كتم السرقة منها واللي كتسرق لنا منها يعني الأكاديمية من أجل تغطية العجز المالي اللي عندها والفساد في التدبير المالي اللي عندها. وهذا هو الشيء اللي كيكذب هذا يعني الشعار ديال التوظيف الجهوي وأن الأكاديمية قادة بشغلها وقادة بالأجور ديال الأساتذة. فحنا كنشوفوا اليوم إلا جيتوا تشوفوا الحالة ديال المدارس راه الأكاديمية ما قاداش توفر الطاولات والسبورات والمعدات اللازمة لهاد يعني المدارس، يعني كنلقاو أربعة في الطاولة التلاميذ أربعة في الطاولة أو ثلاثة في الطاولة. كيف يعني كيف أن الأكاديمية اللي هي عاجزة عن توفير بحال هاد المعدات واللي هي كتخلصنا أصلا من الميزانية ديال هاد المعدات، فكيف أنها قادرة باش توفر الأجور للأساتذة؟ وهذا الشيء هو اللي كيخلينا أننا نعرفوا بأن التوظيف الجهوي هو مجرد أكذوبة، لأن ماشي غير مدير الأكاديمية اللي هو اللي عاجز عن توفر أجورنا وإنما الجهة ككل، يعني راه رؤساء الجهات حنا راه ماشي مغيبين، حنا متبعين يعني الأحداث وعارفين شنو واقع يعني في على الصعيد الوطني، عارفين بأن رؤساء الجهات بنفسهم ما قادرينش يوفروا أجور ديال الأساتذة، وبالتالي راه كاين يعني تشجيع المديرين من طرف الأكاديميات أن المديرين يقلبوا على شراكات أو بمعنى أصح يتسولوا شراكات مع يعني مع جمعيات إلى آخره باش يوفروا معدات يعني المدارس. وهذا الشيء هذا هو اللي كيوصلنا للخصاصه، وهذا الشيء هو اللي كيخلينا حنا نطالبوا بالادماج اسلاك الوظيفه العموميه اللي هو المطلب الاساسي واللي هو المطلب الوحيد، يعني الشيء الوحيد اللي من شانه يحصن ما تبقى من التعليم العمومي والوظيفه العموميه. تحيه نضاليه لجميع الاساتذه والاستاذات المفروض عليهم التعاقد واطر الدعم. سعد عبيل الموسيقى الإقليمي للتنسيقية الإقليمية بالرباط وسلا. اجتهاد الشكل النضالي التي دعت له التنسيقية الجهوية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بجهة الرباط سلا والقنيطرة، استجابة لخلاصات الجموع العامة المحلية اللي قامت بها المكاتب الإقليمية. طبعا الهدف من هذا الشكل النضالي أو موضوع الشكل النضالي هو الاقتطاعات التي تطال الأساتذة منذ يعني سنة 2019. هذا الشكل النضالي هو شكل تصعيدي مفتوح على جميع الاحتمالات، والهدف منه إيقاف السرقات الموصوفة ما يسمى بالاقتطاعات من أجور الأساتذة والأستاذات. طبعا هذه الاقتطاعات اللي ما عندهاش حتى سند قانوني، والدستور المغربي يكفل ذلك، يكفح حق الإضراب يعني بشكل واضح في البنود ديالو. نحن هنا اليوم لنقول للأكاديمية كفى من السرقات، واننا ما غاديش نتنازلوا على يعني ما غاديش نغادروا مقر الأكاديمية الى غايه وقف السرقات من اجور الاساتذه. وتحيه بدايه كنحييو المنابر الصحفيه الاعلاميه الحره والنزيهه للتغطيه ديالها لهذا الشكل النضالي. اليوم كيف ما كتشوفوا نحن في وقفه احتجاجيه او معتصم مفتوح على جميع الاحتمالات امام الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين هنا بجهه الرباط سلا قنيطرة. لماذا؟ علاش؟ لان احنا اساتذه واستاذات مفروض عليهم التعاقد في الوقت اللي كننتظروا يعني الحل النهائي ديال الوضعيه ديالنا يعني والادماج ديالنا في اسلاك الوظيفه العموميه، والوضع ديالنا كتعترف به الحكومه وكتعترف به الوزاره وكتقول على اساس انها كتسعى للحل، في حين انها تعيد بذلك لكن كتنصل يعني وكتنصل من الوعود ديالها. وبالتالي حنايا في الوقت اللي كننتظروا يعني في ظل هذا الغلاء ديال الاسعار وفي ظل يعني اللي جميع المواد الاستهلاكيه كتضاعف ثلاثه المرات واربعه المرات، عوض كنتسناو من الزياده في الاجور
يعني الاساتذه والاستاذات من اجل انهم زعما يؤديوا الرساله ديالهم كما يجب. الا اننا كنتفاجئوا بشكل شهري ومستمر، كل شهر هذه الاكاديميه الجهويه كتقطع الاساتذه والاستاذات على ما يزيد 1100 درهم من الاجره ديال 5000 درهم. بالله عليكم 5000 درهم شنو ممكن دير بعدا الاستاذ يعني في ظل هذا الواقع، في ظل هذا السياق ديال الغلاء يعني وارتفاع ديال الاسعار؟ 5000 درهم وما كافياش، كيخرج لك 4000 درهم. الاستاذ كاريب 2500 درهم في سلاو في تماره وفي الرباط وقنيطره، وكاين فيطين المؤسسه ديالو ب 1000 درهم. 1000 درهم و2500 شنو غيبقى ليه؟ انت كتخرج لي 4000 درهم، 500 درهم واش غيطبع بها؟ واش غيشري بها لي ماركور؟ واش غيخدم بها مع التلاميذ؟ دونك هنا الشعارات اللي كتغنى بها الدوله والحكومه والوزاره على اساس ان كنصلحوا التعليم وان التعليم هو الاولويه ديال الحكومه وتحت الرعايه والتوجيهات ديال صاحب الجلاله، وصاحب الجلاله كيقول لهم يقطعوا الاساتذه 1100 درهم 1200 درهم من الاجره ديال 5000 درهم. لا اعتقد اي واحد باغي الاصلاح ديال هذه البلاد، باغي التنميه ديال هذه البلاد، الاستاذ هو الاول، الاستاذ هو اللي كينزل السياسات التعليميه، الاستاذ هو اللي كينزل البرامج والمناهج اللي الا قلنا عليها فعلا كترتئي انها تصلح المنظومه ديال التربيه والتكوين. ها انتم كديروا مصارب ما عرفتش شحال ديال الفلوس، ها انتم كديروا برامج ديال التكوين بشحال ديال الفلوس، ها انتم ملاير ديال الدراهم. واش الملاير ديال الدراهم كتقولوا كتصرفوها في مستويات ديال التكوين ومستويات ديال المناهج والبرامج والمخطط الاستعجالي والميثاق الوطني للتربيه والتكوين والرؤيه الاستراتيجيه والقانون الاطار، وجيب البرلمان هبط البرلمان وناقش في التلفازه باغي نصلح التعليم، والاستاذ ما عندوش ابسط شروط باش يدير الوضعيه ديالو. واش عباد الله 4000 درهم اشنو غدير للاستاذ؟ واش حنا كنقولوا الزياده في الاجور راه الغلاء وقهر الاساتذه وقهر اللي تحت منهم واللي فوق منهم، وانت جاي كتخرج ليه 4000 درهم وكتغنى لي كتقول واش تصلح لي المنظومه ديال التربيه والتكوين، وكتغنى كتقول ان الاساتذه كيضيعوا التلامذ. ايوا انا اليوم درت اضراب هذا العام وكتقطع لي 1100 درهم ابتداء من شهر 5 ديال العام اللي فات. كل شهر الصيف الناس كتصيف، الاستاذ ما عندوش باش يصيف، دونك باقي بالستريس ديال العام اللي فات غيبدا به هذا العام. واخا غنبدا العام شهر 9 تقطط عليا 1100 درهم، شهر 10 1200 درهم، شهر 11 تقطط عليا 1200 درهم باش غنقري هاد الوليدات انا. دونك انت كتدفعني الوحشيه، كتدفعني لاني نطبع مع الراس مال ونطبع بالنقاش ديال التنافس، ومشيت انايا نبقى نبتز التلاميذ ونمشي ندير ممارسات لا تربويه ولا مبدئيه ولا اخلاقيه، وتجي من بعد تقول الاستاذ ما كيخدمش، الاستاذ ما باغيش يقري وليدات الشعب. الاستاذ كتخرج ليه 4000 درهم كتقطع ليه من الاجر ديالو غيدير الاضراب. الاب والتلميذ والشعب المغربي كامل اليوم مطلوب منه انه يحتج على ماذا؟ على توقيف ديال هذا سميتو ديال هذا الغلاء ديال الاسعار، يطالب بالتخفيض ديال الاسعار. مطلوب من الشعب المغربي اليوم كامل ينوض يحتج على الزياده في الاجور، على الدعم للفقراء. واش عباد الله الازمه والحرب كتقول لي انت يا في اوكرانيا والكورونا، وفي ظل الكورونا وفي ظل الحرب ديال اوكرانيا اخ النوش كتضاعف الثروه ديالو جوج الاضعاف ثلاثه الاضعاف، وحنا كيتضاعف الفقر ديالنا عشره الاضعاف. الازمه غير علينا ولا؟ واش الازمه غير على الاستاذ؟ واش الحرب غير على الاستاذ؟ واش نتوما يعني كتطلعوا في الثروات ديالكم وحنا يدينا للحضيض؟ هذا المنطق ديال الوطنيه. اسكت غير ما قادرش على هذه المعيشه غيمشي ينتحر. واش هكا غنصلحوا هذه البلاد؟ واش هكا غنقدموا هذه البلاد؟ نودين كل هذه الممارسات اللي كتقوم بها هذه الاكاديميه والوزاره ديالها والحكومه ديالها كنقولوا اقتطاعات من الاجور. علاش؟ انا درت انا استفسار لمدير الاكاديميه علاش قطعتي من الاجور؟ قال لي تغيب غير مشروع على العمل ولا دير اضراب، والدستور المغربي فيه ودي الاضراب، فيه انه كيكفل المواثيق الدوليه اللي مصادق عليها المغرب فيها سميتو ضمان ديال الحق الاضراب. انا ما كان ماشي رشقات ليا مشيت درت الاضراب، انا عندي واقع ما قادرش نخدم فيه بعدا، زيد عليها ان ما يمكنش نعطي مع التلميذ. واش انا قاطع ليا 1200 درهم وانا ومكرفص مع الكرا والترونسبور، واش غنقدر نعطي مع التلميذ؟ وفضل التعاقد ما عرفتش واش غنكمل واش غنمشي بحالي. ما عندما الاساسيه اطر الاكاديميه تحيدتوها
النظام الاساسي 2003 باغي نتحيدوه، باغي نتعموا التعاقد، باغي نتعموا الهشاشه في غادن في هذه البلاد. ما عرفناش فين غادن في هذه البلاد، الواقع راه واضح. وبالتالي حنا كنقولوا مضربين ماشي كنتغيبوا وماشي حيت باغين، حنا المكان ديالنا القسم وباغي نبدعوا. حنا ما كيعطيوناش كيقطعوا لينا، انا شخصيا واساتذه عده كيكملوا الدكتوراه ديالهم وماسترات كيقطعوا لينا 1100 درهم وما كاينش تكوينات، وكنمشيو نكملوا اجازات من البدايه. عندنا ماسترات ودكتورات كنمشيو نبداو اجازات جديده في لا سيكولوجي في لا سوسيولوجي باش نقدروا نعطيو مع التلاميذ. ولكن في هذه البلاد ما عرفناش هاد المسؤولين، هاو كيتاكد على انهم باغيين يرجعوا كل شيء في الخصاصه، لان فاش كتقارني انا في العمومي باغي تصيفطني للخصوصي نخدم. يعني انت عندك مشكل في الكفاءات في الخصوصي، لان الكفاءات كيجيو للعمومي، باغي تقارني بالعاني باش نمشي نكمل في الخصوصي، يعني الدعم الخصوصي على دار العمومي. الا الاستاذ اللي كان غيتقهر في العمومي وغيمشي يخدم في الخصوصي راه غيجي غير يرتاح في العمومي، وهذا هو المنطق. الا كنا باغي نصلحوا المدرسه العموميه زيدوا في الاجور للاساتذه، حيدوا التعاقد، دمجوا الاساتذه، نمشيو نقابلوا الاقسام ديالنا، نبنيو القطيره ديال الغد الافضل، يعني ننميو يعني المهارات والكفايات المطلوبه عند التلاميذ. اسمحوا